مرحبا يا أخي. مرحبا. أنا بدي فردوس. فردوس ها؟ وينها؟ خدني لعندها. خليكي قول لا تفوتي لجوا وبلا صغرة مين إلا؟ إلا شملكان أختر المرحوم. شملكان يا حبيبي على النمر أبوك يا كونكان. مدعم شوفي في وحدة بتشبه جوكر الكونكان اسمها شملكان. يا عم شو بدها هي كمان؟ مرحبا فردوس. قولي اهلا وسهلا. تفضلي. بقى هيك يا مرت اخي صرتوا فوق ما عادوا تسالوا عنا. نيالكم الله يطعمنا ولا يحرمنا. مين الاخ؟ نحن يلي ما عدنا سالنا عنك. ولا انت تبريتي من اخوكي لما تجوزني؟ الله يرحمه هي غلطه بالعقل. لا يا ليش شو ناقصني عيني؟ لا تبريني عن نقص مو ناقصك شي بس زيادات في عندك كتير. شملك انا احفظي ادبك. شو بدك ليش جاي لهون؟ شفت صورتك بالمجلة. وقالولي شو مكتوب عن رزق المرحوم اخي يلي لهفتي لحالك ونسيتي انه له اخوة واخوات. هاي عمتي امدبة انو رزق اللي عم تحكي عنه؟ بعدين هم تصرتي صحبة انتي والمجلات؟ بعرفك عداوة انتي والعلم. وبعدني عداوة بس اشتريت شحاطة من عند الكندرجي. انتي اكبر قدر قام لفلي اياهم بورقة وصورتك عليها. خلاصته بدي حصتي من ورثة المرحوم اخي. ورثة المرحوم؟ المرحوم ما ترك لنا لا ورثة ولا شيء. وهالملايين اللي مكتوب عنها كذب؟ لا مو كذب، هي من كد يميني وعرق جبيني. ها كنت تشتغلي بالباطون يعني. شوفي شملكان انا مو ناقصتي. اوعك ها بدك قرشين بعطيكي تمشي حالك، واذا في موال براسك اطلعي غني برا. انا قلت بحصل حقي بالحكي المنيح، تاري ما رح يمشي الحال الا ما ارفع دعوه بالمحكمه. روحي ارفعي يلي بدك اياه. يا بشو ما عليكي، لك فضحتينا، شلون بتخليني صوروكي بالجرابات؟ نقلعي من هون شملكان، نعم ضربك على الغشم. مرتخي بالمحكمة منتواجه، لك انا بفرجيكي. روحي ايدك تصل لفين ما بدك، واعلى ما بخيلك اركبي. مرت عمي، هلا هي هي بنت حماكي؟ هدول هن قال كرعوبة؟ ما سمعتي شو قلت لها؟ اه الدبب. يلا بدك 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 بدك